السلام عليكم. نكمل الجزء الثاني من المحاضرة الرابعة. قلنا هذا السؤال يمثل لنا التايب 2 بالدايركشنال ويل. تايب 2 قلنا بأدنى بمقطع العمودي بالكيك اوف بوينت، وبعدين عندنا المقطع البيلد، بعدين عندنا المقطع الدروب، ومن عنده نطلع الهولد، يعني نجمع هذني مال التوتال فيرتيكال ديبث مال البولد ومال الدروب ومال الفيرتيكال، نطرح من عنده التوتال فيرتيكال ديبث يطلع لنا مال الهولد، واضح؟ ونفس الشيء بالنسبة للديبارتشر، ونفس الشيء بالنسبة لل المجر ديبث طبعا. فاذا عندنا هسه الان وصلنا احنا الهولد سكشن، شفنا شلون نطلع البولد سكشن والدروب سكشن، والهولد سكشن يمثل الفرق بيناتهم، ونطرح من البولد والهولد يعني الرئيسيه للبير. الهولد سكشن اوف ذا هول، هسه وصلنا للهولد سكشن يعني المقطع الثابت، كان بي ريبريزنتد از رايت تراينجل، عبارة عن مثلث قائم الزاوية، with the hypotenuse الوتر مالته از ذا ميجر ديبث. ميجر ديبث المقاس هو اذا عبارة شلون انفجر 4-9، وير انجل اي از ذا انكلينيشن، واللي هي طلعناها الانكلينيشن 24 درجة بالفجرين التقاطع بين الترو فيرتيكال ديبث وال الديبارتشر مال البير. فمجر ديبث از حسب نظرية فيثاغورس سي تربيع يساوي لنا اي تربيع زائد بي تربيع. هنطلع المجر ديبث، اذا الام دي تربيع يساوي لنا الديبارتشر تربيع زائد توتال فيرتيكال ديبث تربيع، والام دي يساوي لنا تحت الجذر ديبارتشر تربيع زائد توتال فيرتيكال تربيع. اذا الام دي شي يساوي لنا تحت الجذر اللي يمثل لنا الوتر الان الام دي 2397.63، هاي اللي طلعناه ديبارتشر، وعندنا طلعنا شنو الهولد التي في دي ايضا تربيع ربعه يطلع لنا 5301.2 تربيع، يطلع 5830.0. هذا شنو الهولد سكشن اللي هو المجر ديبث مال هولد سكشن. The data for the whole section، اذا ما حنسوي البيانات للهولد سكشن، مقطع الهولد، المجر ديبث هذا اللي طلعناه 5380.0 total vertical depth 5314.21 اللي طلعناه من الفرق بين total vertical depth الاصلي اللي ناقص مجموع total vertical depth العمودي والمال build ومال الدروب، والديبارتشر ايضا بنفس الطريقة طلعنا الديبارتشر الاصلي ناقص الديبارتشر مال المقطع العرضي المقطع العمودي ومال الهولد ومال الدروب، يطلع لنا الديبارتشر مال السكشن. هذا هو المثلث اللي هو الفيجر 4-3 4-9 رايت ترانجل مال اكزامبل 4-2، وهذا المجر ديبث هو المثلث هذا القائم الزاوية. توتال فيرتيكال ديبث مثل ما قلنا 5314.21، الديبارتشر 2397 حسب نظرية فيثاغورس يطلع المجر ديبث للمن للهول سكشن. يبقى عندنا المقطع الأخير هو الفيرتيكال سكشن تو توتال ديبث، يعني احنا من الهول سكشن أول شيء البولد، بعدين الهول سكشن، وبعدين الدروب، وآخر شيء من الدروب إلى التوتال ديبث اللي هو يكون مقطع vertical مثل ما شفنا بالمثال السابق. vertical to total depth is the section from the target، هو ما أيضا هذا هم مقطع من
from the target 9800 feet total vertical depth to the total depth of 10,000 feet. يعني هاي 200 feet هاي قلنا نحفرها بشكل vertical عمودي. Since the hole is vertical, the measured depth is equal to the vertical depth of 200 feet. يعني هنا طالما عموديا هي نفس المسافة العمودية هي تعتبر المجر depth أيضا المسافة المقاسة. And the horizontal departure صفر ما عندنا فرق بيناتهم. Departure صفر مالتنا. إذن the data for the 5 sections are shown in table 4-3. Table 4-3 هذا للسؤال directional profile for example 4-2. عندنا المقطع من vertical to KOB لحد ال KOB بالمجر depth 2000 total vertical depth 2000 departure 0. طالما احنا عندنا حفر عمودي ما عندنا departure فرق. نجي build section مثل ما شفنا طلعنا 932 total vertical depth departure 198.14 اجبناه من الجدول. للهولد الهولد اخذنا الفرق بيناتهم 5830.05 مجر دبت التوتال فيرتيكال دبت 5314 والديبارتشر 2397.63. طبعا شوف الهولد سكشن يعتبر هو الاكبر لاعتبار انها شنو احنا ثبتنا الزاوية واضح ونقلنا المعلومات مالتنا او الحفر من البيلد الى الدروب واضح. هذا المسافة بين البيلد والدروب تكون شنو عبارة عن خط مستقيم وميل بزاوية واحدة اللي هي 24 درجة لتسهيل الحفر. يعني الدروب المقطع الاخير اللي العفو الدروب مقطع يعني خلي نقول النزول باتجاه التارجت مالتنا 1600 مجر دب 1553.62 total vertical depth والديبارتشر الفرق بيناتهم 330.23 والمقطع الاخير من الدروب vertical to total depth 200 هو ايضا التوتال vertical depth هو نفسه لانه هنا vertical شلون هاي ال 2000 هنا نفس الشيء هنا 200 ب 200 وايضا الديبارتشر يساوي لنا صفر مثل vertical. طالما هو vertical ما عندنا المجر depth يساوي total vertical depth ويساوي لنا departure صفر. اذا التوتال مجر depth هو هذا عشان نجمعهم كلهن 10590.05 الvertical depth هذا المفروض يطلع 10000 ما يصير يطلع اكثر 10000 لان هو التوتال depth مال البئر هو 10000 واضح. الديبارتشر هو 2926 اللي هو منطقنا يا بالسؤال اساسا الديبارتشر الكلي هو هذا مح واضح. يعني هذا معلوم الطول الكلي معلوم العمق الكلي معلوم للبئر فقط هذا المجر غير معلوم ينحسب واضح. فالفرق بين المجر ديبث والتوتال فيرتيكال ديبث هو هذا الفرق 10590 يكون مجر ديبث أطول من 10000 والديبارتشر هو المسافة بين الثنين. الفيرتيكال سكشن الآن نسوي الفيرتيكال سكشن هو رايدة and horizontal plan view للمقطع العمودي والمقطع الأفقي of the wall can be drawn the vertical section as shown in figure 4-10. هذا ال vertical section هذا ال vertical section فنبدأ عندنا عندنا من هنا من الصفر هنا الى النقطة B هي ال KOB اذن هذا vertical to KOB عندنا ال B 2000 المجر depth هاي ال KOB kick point total vertical depth 2000 فالديبارتشر عندنا صفر. الريت اوف بيلد هو 2.5 حسب ما منطينا اياه بالسؤال
صار عندنا البيلد سكشن بدا من الكيك بوينت الى النقطة سي. هاي هنا المجر دف 2950، التوتال فيرتيكال دف 2932.17، الديبارتشر 198.14 على شفنا بالجدول مال البوت. بعدين نروح الهولد، الهولد الزاوية شقد 24 طلعناها باستخدام الفقرين، فمنا كل هذا يبدي خط مستقيم الى حد النقطة دي من سي الى دي، هو كل مقطع الهولد من البيلد نهاية البيلد الى نهاية الهولد او بداية الدروب مقطع الدروب. فالمجر دفت عندنا المعلومات هنا البيانات 8790.05 المجر دف، توتال فيرتيكال دف 8246.38، والديبارتشر 2595.7. الآن نهينا من النقطة دي، انتهى السكشن الهول، نجي إلى الدروب هذا يعني السقوط، هذا المنحني محدب، هذا مقعر هنا مال بيلد، هنا محدب الزاوية مال الكنيشن مال تتقل، نوصل إلى نقطة سي، إذن هو هذا المقطع الدروب. فبالنسبة للنقطة سي عندنا المجر دف 10000 أو لا، المجر دف 10390، التوتال فيرتيكال دف 8900، و 2926 الديبارتشر. واضح هاي النقطة إيه؟ النقطة آخر شيء قلنا من هنا 9800 إلى 10000 هاي 200 فت، ومن الفيرتيكال من ال توتال ديف راح المجر ديف 10590.05، توتال فيرتيكال ديف 10000، الديبارتشر 2926. طبعا هنا الديبارتشر ايضا 2960، ليش احنا رحنا عمودي ديبارتشر واحد بس، هنا عندنا بالنقطة سي التوتال فيرتيكال ديف 9800، هنا اخر نقطة التوتال فيرتيكال ديف 10000 اللي هي عمق البئر، والمجر ديف عندنا ايضا متغير 10390.05، هنا يصير 10590.05 اللي ينضفنا شقد الميتين. هذا هو هنا طبعا هنا منا الى هنا هذا الفيرتيكال تو توتال ديبث، هذا الفيرتيكال سكشن لهذا البئر اس 40 دبليو بلين. بوينت اي is the surface location of the well where MD, TVD, and DPE are equal. هاي النقطة بالسطح هو هنا يقول point A وينها؟ اللي ما ظاهرة هنا يعني هنا، هاي نفترض هنا السيرفس هذا أي هنا ماله. وبعدين يجي النقطة B اللي هي at the end of the vertical KOB section. From table 43 measure depth total vertical depth are equal 2000 departure is 0 because the inclination is 0. ما عندنا اي ميلان، هو مقطع عمودي. This point can be plotted by moving down to 2000 on the TVD scale and moving across point 0 of the D departure scale اللي هي محددة في النقطة B، يعني سقط هنا النقطة B هي departure صفر مالتها صفر، والعمق مالتها 2000 total depth ومجر depth. يروح بعدين الى النقطة C is point C at the end of the build section، في نهاية المقطع build section. The point is located by summing the MD, TVD and departure from the surface to the end of the build section. هو نجمع من النقطة اي الى النقطة من بي الى سي، المجر دبث ايش راح يساوي لنا؟ شلون طلعناه 198.14
احنا طلعناها من الجدول على اساس زاوية 24، بس هو هنا المجر ده يساوي ان 2000 اللي هو المقطع من السطح 0 الى 2000 زائد 960.00 يطلع 2960. المجر ده بتاع في نقطة C. Total vertical depth في النقطة C يساوي ان ايضا 2000 زائدا 932.17. ايش طلع عنا؟ طلع عنا total vertical depth 2932.17. واضح؟ الديبارتشر بالألفين صفر، عندنا ديبارتشر vertical section ويا الديبارتشر مال النقطة C 198.14، فالديبارتشر هو 198.45. يعني هاي القيم النقطة C، قيم لنقطة C هذني منين جبناهن؟ جبناهن من جمع الألفين ويا الفوق النقطة صفر ويا الديبارتشر مال النقطة C اللي جبناه بالجدول، طلع هذا 2960. توتال فيرتيكال ديبث ايضا 2000 وضفنا له توتال فيرتيكال ديبث مال النقطة C والديبارتشر مال النقطة A B، وضفنا له شنو؟ الديبارتشر مال النقطة C، فطلعت لنا هذه الاحداثيات مالت ثبتناها هنا. يعني هاي هنا مقدار الديبارتشر ايش قد؟ 198. اوكي، والتوتال فيرتيكال ديبث ايش قد؟ هذه 2932. واضح. والمجر ديبث هو هذا منا اللي هنا قايسي ما يظهر هنا. نجي الى النقطة، هاي بيانات النقطة C. point C is plotted on the graph by moving، هنا شلون يثبت النقطة C؟ is plotted on the graph by moving down 2932.17 من السطح، ننزل بالعمودي. on the total vertical depth scale from the surface and moving across، ونروح بالافقي بالديبارتشر اللي هو 98.14 from 0 feet from the departure scale. عددنا النقطة C. الآن النقطة D، point D is at the end of the whole section، آخر نقطة من ال whole section اللي هي نرجع هاي النقطة D، أيضا نثبت إحداثيات. واضح؟ حتى نشوف عمق هشقد total vertical depth مالتها والديبارتشر مالتها هشقد، ونوصل بين ال C وال D حتى نكمل البروفايل مالتنا مال البير. فالبوينت دي at the end of the whole section and is determined by summing the measured depth total vertical depth، انه نجمع بين البيانات المجر depth والtotal vertical depth والديبارتشر المن للنقاط او النقاط اللي قبلها from surface to the end of the whole section. ايش راح يصير عندنا؟ شو يصير عندنا؟ المجر دبث مال النقطة دي 2000، مجر دبث مال من صفر لل KOB 960، مال من ال KOB الى نقطة C مال build section، وايضا ال whole section اللي هو 5830.05 المجر دبث، فيطلع لنا 8790.05 هاي المجر دبث، يعني من السي الى دي الحافري احنا هذا. نجي للتوتال فيرتيكال دبث كعمق عمودي، ايضا يساوي لنا ال 2000 توتال فيرتيكال دبث مال البيك بوينت، 932.17 مال بيلد سكشن، 5314.1 مال الهولد سكشن. من نجمعهم يطلع الـ vertical depth 8264.38. نجي للديبارتشر مال النقطة دي، شو يساوي لنا؟ صفر عندنا ديبارتشر بالنسبة للنقطة دي، 198.14 للنقطة سي، و 2397.63 للنقطة دي، هذين حسبناهم سابقا، فيطلع الديبارتشر 2595.77. إذن نروح على النقطة C
المقتدي العفو أن ثبتها إحداثياتها عمودي بهذا وأفقي عمودي 8790 هنا لا المجردف هذا المجردف العمودي 8246.8 ويا الديبارتشر 2500 2509 95.77. إذن حددنا هاي النقطة إحنا على المنحنى ماله. بعد النقطة إي نقطة إي نفس الطريقة نجمع التوتال فيرتيكال ديبث للنقاط اللي قبلها والمجر ديبث و إذن point D is plotted on the graph by moving down ننزل إلى الأسفل بالعمق الكلي وهو 8246.38 feet and moving across the departure باتجاه المحور الأفقي اللي هو يمثل لنا departure ويساوي 2599.77. نروح على النقطة E is at the end of the drop section. النقطة E هي نهاية المقطع الساقط drop section أو النازل and the measured depth total vertical depth and departure are determined by summing these values فيطلع ال MD عندنا measured depth 2960 و5830 زائد ال 1600 مال من هذا مال المجر ديرث مال من مال الدروب سكشن يطلع لنا المجر ديرث للنقطة E 10390.05 وبنفس الطريقة التوتال فيرتيكال ديرث 2932.7 و5314.21 ونضيف لها التوتال فيرتيكال ديرث مال النقطة الدروب سكشن اللي هو 1553.6 المجموع يطلع جديد 9800 اللي هو يمثل لنا التوتال فيرتيكال ديبث مال البئر النهائي اللي منطينا اياه بالسؤال. هاي كنا اذا احنا تشيكنا طلع ان هذا صحيح الحل مالتنا وكل القيم صحيحة. الديبارتشر شي يساوي لنا مال النقطة اي عندنا صفر ديبارتشر للكي او بوينت صفر عمودية 198 مال build section departure 2397.63 departure مال من مال ال hold section و 330.23 departure مال من مال ال drop section. نجمعهم كلهن المفروض ايضا يطلع لل في النقطة A departure النهائي هو 2926 feet اللي ايضا معطى بالسؤال بالبداية بيانات السؤال. الـ point E is the الـ point E هاي هنا ناسيها الـ E is then plotted the same as the previous point. Point F is at the end of the vertical section. الـ point F اللي هي آخر شيء يعني ونشوفها بالرسم الرسم هاي نقطة F هنا هاي F هاي الـ E طلعنا measure depth total vertical departure مالته وآخر شيء الـ F هذه measure depth مالته total vertical depth departure هاي النقطة F آخر شيء اللي هي في قاع البئر بالعشرة آلاف فت Point F is at the end of the vertical to TDF section. واضح. المجر ديف 2960 خلينا نكررهم 5830 وال 1600 ونضيف لها شنو؟ ال 200 تعتبر مجر ديف وفيرتيكال ديف لان احنا عموديا نروح من النقطة E الى النقطة F يعني من 9800 ونروح الى 10000 فيطلع المجر ديف 10590.05 توتال فيرتيكال ديف 2932.17 5314.21 1553.62 زائد 200 ايضا هنا
قلنا حفر عمودي من الاي الى الاف اللي هو حتى نوصل العمق الكلي يطلع يساوي ايضا 10,000. اذا هذا كل القيم مالتنا هنا كلها صحيحة، لان توصلنا الى total vertical depth هو اللي مطنية مال بير 10,000. الديبارتشر الكلي عندنا 0 198.14 2397.63 330، هاي ديبارتشر مال بيل سكشن. وعندنا من الاي اف عندنا فيرتيكال سكشن عمودي ديبارتشر مالته 0 مثل الكي او بي، واضح؟ يطلع الديبارتشر 2926 اللي هو الديبارتشر النهائي مال البير. طبعا هنا يقول لك البوينت اف is plotted and the vertical plan view is tabulated as shown. هذا طلعنا ال vertical plan. ال horizontal plan view figure 4.11 is constructed. هذا ال horizontal، هذا ال horizontal plan view لازم نطلع هنا. شو نطلع؟ نطلع الدلتا نورث، النورث عندنا شو متغير، والايست حتى نثبتهن على النورث ايست. اذا الفيرتيكال سكشن هذاك شو يمثل لنا؟ يمثل لنا الفيرتيكال ويا شنو؟ ويا الديبارتشر. هنا الهوريزونتال شو يمثل لنا؟ يمثل لنا النورث ايست، لان هو اساسا توب فيو. هذاك شو قلنا؟ قلنا يمثل لنا الفرونت فيو. Plan view أو horizontal plan view figure 4.11 is constructed using the closure direction, closure distance and direction. إذا closure والdirection مثله حتى نسم plan view أو horizontal view. The north and east coordinate are equal to the length of the side V. الإحداث الشرقي يمثل لنا السايد بي مال المثلث اللي هو المثلث ال 24، مثلث قائم الزاوية زاوية 24. And this coordinate is the equal to the length of side A. يعني المجاور أو المقابل هو يمثل لنا الايست، والمجاور يمثل لنا شنو؟ النورث، واضح؟ إيه النورث. الانجل اي از ايكوال تو ذا كلوجر دايركشن اس 40 ويست اور ان ازيموث اوف 220. يعني هنا ال 40 ساوث شنو؟ ساوث ويست، جنوب غرب، واضح؟ احنا الرسم مالتنا ك هورزنتال بلان نورث ايست، فاذا لازم شنو نضيف لها؟ نضيف لها 220 درجه، 180 درجه، فيصير 220 حتى يتحول من الساوث ويست يصير نورث 220 ايست، واضح؟ فنقول the calculation are shown in figure 4.12. 4.12 هو المثلث، 4.11 هذا 4.12 المثلث، واضح؟ فالإيست 1880، عندنا الكلوجر هو الديبارتشر النهائي 2926، هاي معلوم. الزاوية هنا الأزيموث طلعت لنا شقد؟ 220، فنقدر نطلع البي اللي هو المجاور، والأي اللي هو المقابل. هذا الإيست كوردينيت وهذا النورث كوردينيت، واضح؟ فهنا حسب المثلث مالتنا هذا النورث كوردينيت يساوي لنا كوساين المجاور على الوتر البي على سي، وكوساين ال 220 يساوي لنا البي على 2926 الوتر اللي هو يمثل الديبارتشر النهائي، يطلع لنا البي سالب 2241.45، واضح؟ النورث يطلع ناقص 2241.5. ليش يطلع بالناقص؟ لان احنا اساسا عندنا ساوث ويست، واضح؟ من جبنا للنورث راح يصير
يعني ال النو الساوث ويست 40 يعني شنو بالربع الثالث، بالربع الثالث واضح. سوينا 220 هي ايضا بالربع الثالث، اذا راح شنو يطلع لنا؟ يطلع لنا نورث بالاتجاه السالب الى الاسفل، والايست بالاتجاه شنو ايضا السالب بالاتجاه، لانه الاحداثيات المربع الثالث هو الشمال سالب والشرق سالب. الايست كوردينيت راح يساوي لنا ساين اي اوبوزيت ساين اي على الهايبوتنس المجاور المقابل على الوتر، اذا ساين 220 يساوي لنا اي اللي هو الايست على 2926 اللي هو الوتر، ويساوي لنا اي سالب 188.8 فيت. فالايست كوردينيت مالتنا تطلع ايضا سالبه، لان قلنا ان الاتجاه الازيموث مالتنا للبئر هو بالاتجاه المربع الثالث، واثنين هنا الايست والنورث سالبه، تطلع ناقص 188.8. اذا الريزلت ار شور ان تيبل 4-4 نتائج مالتنا حتى نسوي الهوريزونتال بلان. The horizontal plan will can now be constructed as shown in figure 4-11. بعدنا الـ closure distance 2926 بالحالتين بالنسبة للـ target والـ total depth، لأنه يساوون بالعمق 10,000. الـ closure direction S40W، S40W اللي هي قلنا حولناها المان للنورث، للنورث ايست، لان الرسم مالتنا دائما الهوريزونتال بلان هو بالنورث ايست، فصارت ايش قد الزاوية؟ صارت 220، طلعنا النورث طلع سالب 2241.45 في حالة التارجت ديف، وايضا نفسه في حالة التوتال ديف، وبالايست ايضا ناقص 188 ناقص 188، لان هو احنا وصلنا للكلوجر ديستانس هي الثابته. فيطلع لنا هنا في هذه الحاله هنا هذا الهوريزونتال بلان مالتنا، هذا هو السيرفيس لوكيشن اللي احداثياته صفر صفر، شوف هنا صفر وهنا صفر، طبعا هنا النورث ايضا يسوي موجب وسالب، هنا ايضا موجب وسالب، يعني هو عدة اثنين هم طبعا بالسالب. فاذا السيرفيس لوكيشن صفر صفر، هنا التارجت والتوتال ديب اثنين، هنا واحدة لان طبعا نفس القيم، فهنا عندنا سالب اثنين ميتين 2241.5 هذه هنا صفر 2000، هاي 2241 حددنا هاي النقطة بالنسبة للنورث السالب، وأيضا الإيست سالب 1108، ها طبعا هنا هاي سالب، هنا هاي 2000، إذا هنا هذه سالب 1880.80 قاطعناها، طلعنا هذا موقع البئر وين؟ داخل بالحفر في منطقة الحفر، هذا وين؟ بالسطح. وصلنا خط مستقيم هو يمثل البلان فيو او الهوريزونتال فيو اللي هو بالسطح لاتجاه البئر المضبوط من السطح الى العمق الكلي للبئر. هذا حقيقة سؤال جدا جميل. اذا planning directional well with single equation نخليه على المحاضرة تجي. وشكرا لإصغائكم، تحياتي لكم.